وذا ليث الإسلام الكرار أبو سليمان المغوار سيف سله الله على الكفار يهوى الرماح قدودا ذات منعطف والمرهفات خدودا ذات توريد كم غارة عن حمى الإسلام كفكفها بالضرب والطعن أو بالرعب والرهب قمة عسكرية دهاء وعبقرية لقي هرمز وخيره فاختار هرمز المواجهة قاسم انطلق معميا وجهته مظهرا أنه متجه لكاظمة فوجه هرمز كافة قواته إلى كاظمة وأمر بحفر الخنادق والاستعداد لخالد فحفروا واستعدوا وعلم خالد فتوجه إلى الحفير وترك كاظمة فاغتاظ هرمز وأصدر أمره لقواته بالعودة إلى الحفير ليسبقوا خالدا وعلم خالد فتباطأ حتى وصلت بجيشه إلى الحفير وحفروا الخنادق وربطوا أنفسهم بالسلاسل حينها علم خالد فعطف بجيشه على كاظمة فأرغى هرمز وأزبد وبربر وجرجر وتوتر وأصدر أمره إلى جيش منهك من حفر الخنادق وحمل السلاسل بالعودة إلى كاظمة وخالد هناك في انتظاره لمواضيه صليل وزئير ومتى نازل فالليث الهصور وما أن التقيا حتى دعا هرمز خالدا للبراز وعهد إلى حامية من فرسانه أن يغدروا بخالد وخالد خالد ذو انتقام شقي الجاني به وعلى الباغي عبوس قمطرير مال عليه خالد رضي الله عنه فاحتضن فحملت الحامية على خالد للغدر به فأتاهم القعقاع فأبادهم ولا يهزم جيش فيه مثله وقام خالد بذبح الغادر فكان أمره كأمس الدابر وانتصر الحق على المكابر ركن الفرس للفرار بعد قتل قائدهم الختار فركبهم المسلمون يقتلون ويأسرون فما نجا منهم إلا من ركب السفن عاريا أو شبه عاري رخيصا لا يساوي ربع فلس إذا ما بيع في سوق اسم الخطط سريع في التنفيذ مهما كانت المخاطر قدرة فائقة على ابتكار الأساليب المفاجئة لا ينام ولا ينيم ولا يبيت إلا على تعبئة طوق المصيخ على شكل دائرة وهم يحتسون في عرس زعيمهم الخمر وفي منتصف كان قتيل زعيمهم الذي لم يفق بعد من السكر حتى أطاح خالد برأسه في جفنة الخمر وصحى أهل البلدة على وقع السيوف والأسنة فلم ينج منهم إلا القلة ولما حال الخندق بينه وبين أهل الأنبار نحر الإبل الهزيلة العجاف وردم النقط الضيقة من الخندق وعبر إليها إلى الأنبار فاستسلمت الأنبار وفي أسلوب صاعق مفاجئ اختطف قائد نصارى العرب في عين التمر من قلب صفوف جيشه وعاد به أسيرا فدمرهم دون أن يخسر جنديا واحدا وبارز رجلا من فارس يعدل عندهم ألف فارس فصرعه ثم اتكى عليه ودعا بغدائه إمعانا في إغاظة أعدائه وفي إنجاز يعجز عن تحقيقه أعتى الجيوش المدججة بكافة الأسلحة يسيطر على أكثر من ثلثي العراق في 40 يوما بروح ما تعودت الخنوع عظب إذا ما قام يوما خاطبا فالهام تسجد والجماجم تركع ذاك سيف الله لا تبصر في حده الماضي فلولا وانثلاما فلله دره كمن دق في يده من سيف قد أتعب السيف من طول القراع به فالسيف في راحة منه وفي تعب إنهم أتباع رسول الله أولئك الذين هدى الله هم المصيبون في الآراء والحكمة هم الأسود إذا ما جاهل جهلا وهم للدين هادوا كل ماشي ومن ماشاهم سبق المماشي وهم إذ تخرس الخطباء لسن سواء منهم كهل وناشي أضاءوا لنا الغبراء والشرق والغرب وأحيوا لنا المسنون والفرض والندب فهم منهل عذب الرد المنهل العذب وهم أصل ونحن له فروع وهم متن ونحن له حواشي.